أن يؤخذ حقه في قطاع أعطى له الكثير. ولن يبعدنا عن ذكراه سن ما عشيه، وهو الذي جعلنا نشعر لحظة من الألم رغم أن محطة معاشه هذه بالنسبة له يجب أن لا تعرف الألم، لأنه أكيد له فيها راحة ومآرب أخرى. المرجو شيء من الهدوء وخلكم، المرجو شيء من الهدوء. إذن لماذا قصة الألم؟ إذن فذلك لأن بعده عن القطاع ومحيطه سيختل له ذاك الإطار الذي ضبطناه سويا وتعودنا عليه بليا، وعلى مدى سنوات خلت نحتسبها مرة على عجل ولن تكون نسيا منسيا. فرغم هذا الإحساس وبالرغم من تلك الغصة أعود وأكرر أن حقه لن يبخس بين أبناء وبنات، تلاميذ وتلميذات، بين إخوة وأخوات، بين محبين مقدرين ومقدرات، لكل صديق حسن موجه لمن هم كبد فلذات. فهو من وعى الصغار فضلا عليه واقف قوة الروح وشغل البدن، ومضحي كل ما أملكه في هواه لست في ذلك أني. إنه طبعا الأخ الكريم في مدينة العرائش الذي يشرف حفلنا الحليم والإداري المتمكن العليم والإنسان الحضاري الذي نثر صداه في الربوع والأقاليم شعاع حفلنا أو شعاع أمسيتنا، الأستاذ المبجل سيدي محمد السقاط. فاللطف من شيمه والود من طبعه، صداقته ألفة عشق بلا تأوه، حسن في خلقه سلس في انصهاره، سل عنه الجوار يحدثك عن حسنه، سل عنه تربية النشأ تناجيك بفيض حرصه، سل عنه جنون يخبرك بمضمون بحثه، سل عنه جنون يخبرك عن اختيار تعيينه، سل عنه المكتبة يحدثك عن حسن تدبيره، سل عنه تنمية التعاون المدرسي تدرجك بتفانيه بحسن نزاهته، سل عنه أعضاء مكتبها عن علاقته يخبروك عن المؤكد من إصراره. هو صبان واحد بيننا باق فريد بفعله بانخراطه بمبادرته، سل عنه البراءة من تلامذة يعترفون لك بنبل حلوه بفرط إيثاره، استفسرهم عن تسلياتهم في حضرته يجيبك جمعا وقطعا عن الرحلات والأنشطة وسرعة استجابته. حضورنا الكرام، نرجو صادقين أن نوفق في إفاء هذا الحفل حقه الذي ينظم من خلال
مدرسة حبلاق النون وجمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بها، وكذلك بتعاون مع مجموعة كبيرة من السيدات والسادة المديرين بهذا الإقليم وبهذه المديرية. إذن قبل قليل كنا مع افتتاح البرنامج بآية من الذكر الحكيم تلت على مسامعنا التلميذة حفصة الضوي، وبعده كنا على موعد مع النشيد الوطني، واللحظة نعطي الكلمة للسيد. فطبعا لأنه فيه قدره نظرا لكونه إنسان بمفهومه الإنسان وكذلك مربي وفاعل جمعي، وحققت طبعا جمعية تنمية التعاون المدرسي واحد النقلة واحد التطور بارز على مستوى طبعا تفعيل أدوار الحياة المدرسية وكذلك على مستوى الأنشطة من خلال مجموعة من المحطات لا يتسع المكان والمجال كذلك لذكرها، وهي مفتاحية وهو نموذج كذلك وقدوة للناشئة. فأتمنى له طبعا صحة جيدة ودوما كذلك التألق، وكذلك إن كان قد هذه سنة الحياة الإدارية أحيل على التقاعد، فطبعا سيبقى لنا مرجعا نتكئ عليه في مجموعة من ممارسة التدبير على المستوى الإقليمي، وكذلك نبراس لمجموعة من العمليات المفتاحية التي تقودها جمعية تنمية التعاون المدرسي ومختلف الجمعيات النشطة طبعا في المجال التربوي. فشكرا لكل من ساهم من قريب، وشكرا للأمهات للآباء لكل كذلك أعضاء المكتب الوطني للجمعية تنمية التعاون المدرسي والمكتب الجهوي والمكتب كذلك الإقليمي ومختلف الفاعلين الذين طبعا كانوا سندا قويا وعونا لهذا الرجل من أجل تخطيط المشاريع ديالو التربوية. فطبعا تبقى المديرية سنستمر في حمل مشعل طبعا هذا العمل الجهوي كما خطه السي صبان والمكتب معه، وكذلك الإخوان على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الوطني. تبقى المديرية رهن الإشارة، وكذلك سيبقى الصبان مرجعا لنا واستشارة وكذلك لأنه علم من الإعلام على المستوى التربوي وعلى المستوى التدبيري كمدير وكذلك كفاعل جمعوي. فنتمنى له طول العمر يبقى دائما في أحضاننا وفي ذاكرتنا، لأن مثل هذا الرجال هم الذين يشكلون رافعة قوية. لأشارك هذا العشر التربوي المتعلق بأستاذي ومعيني ومرشدي في المهام الإدارية، وخصوصا أعتبره مرجعا أرجع له في كل المشاكل التربوية لحلها، وقد أنوب حالا عن سكان مدينة الخصر الكبير ثم المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير. والشيء الذي كان يدهش صدري هو هذا الرجل الذي كان يعمل على الموافقة بين المدينتين في إقامة المهرجانات التي تتعلق إما بالتعاون المدرسي وإما بالمسرح الطفل، سواء كان إقليميا أو جهويا أو وطنيا. فألف الشكر لهذا الرجل المعين المرجع الدليل الذي نستعين به في تسيير مهامنا الإدارية سابقا. نحن السابقون وأنتم الآن الله.